مساء الخير حبايبي، تحياتي لكم جميعا. اليوم فيديو حماسي، راح يكون تصوير بالخارج، راح اخليها مفاجأة بعد الفاصل، راح تعرفوا كل شيء. لا تتركوا اي لحظة لانه بخص كثير المربين، خصوصا اللي بدهم يدخلوا موسم، ولموضوع الجاهزية بند للحلقة الاولى اللي حكينا عنها، بس اليوم راح نحكي بشكل عملي اكثر ومفصل. خلوكم معنا وراجع لكم. أنا اليوم كثير مبسوط وتشرفت في زيارة أخونا زكريا، صاحب شركة ريد كاردينال، وكيل الثلاث شركات، شركة نيكتون وشركة كوميد وشركة بنيتا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع تجهيز الطيور حسب طلب الأخوة اللي سألوا كثير بخصوص الفيديو اللي نزلناه أول مرة اللي هو قبل أسبوع، واليوم بدنا نحكي كيف تجهز طيورك عن طريق شركة نيكتون. بدناش نحكي بالتفاصيل كاملة، لكن نحاول قدر الإمكان نحكي عن شركة كوميد شوي، بس إذا بدكم بشكل مفصل عن شركة كوميد اكتبونا بالتعليقات تحت عشان نعطيكم كل شيء من هاي قبل هاي. أعطيكم العافية شباب، أخوكم زكريا إبراهيم من شركة ريد كاردينال. أول شيء بشكر أخوي بكر، أهلا وسهلا فيك على زيارته والفيديوهات المفيدة للمربي اللي بيعملها بشكل مستمر. الله يوفقه إن شاء الله ويستفيدوا كل المربين من الفيديوهات الحلوة هاي. اليوم نحكي عن شركة نيكتون، ايش بتقدم، ايش المنتجات المهمة من اللي يجب على المربي استخدامها من شركة نيكتون، آلية تجهيز الطيور عليها، كيف الدوز، متى يستخدمها، ايش المنتج اللي بتستخدمه خلال فترة التجهيز، ايش المنتج اللي بتحتاجه في الموسم، ممكن تضيف منتج، ممكن تنقص منتج. طيب انا بدي ادخل بس بشوي بالموضوع. هم اربع علب، تمام، او خلينا نحكي اربع المهمين الأربعة اللي هو بستخدمهم أنا بموسم الإنتاج. بس في ملاحظة، أي سوء تصرف أو سوء من المربي إذا استخدم المنتج غلط راح يضطر يدخل في مشاكل في الإنتاج، فلازم نلتزم. ركبوا لي هون سماعاتكو واسمعوا كويس، فتحوا لي مخكو عشان تشتغل زي ما راح يحكي أخونا هسه زكريا في الموضوع. هلا اهم المنتجات اللي بنبلش فيها احنا لفتره التجهيز اللي هي نيكتون اس نيكتون اي. عندنا نيكتون اس ونيكتون اي، يفضل ان المربي ابوس يستخدمه قبل تقريبا 21 يوم ببلش باستخدامه. هلا الدوز اللي بتوصي فيها الشركه اللي هي 4 جرام نيكتون اس مع 4 جرام نيكتون اي على لتر المي مع بعض بصير الاجمالي 8 جرام. بصير استخدمه انا في الليك فود؟ اكيد. هلا بالإيك فود 10 جرام اس 10 جرام اي، ممتاز. لكن هون بنراعي احنا المربي شو نوع البريد اللي بربيه، شو نوع الطير اللي بربيه. ممكن الطيور البلديه ما تحتاج، لانه طيور قويه في الانتاج، ممتاز. الطيور النحاسي الموردي، هاي الطيور اللون كمان قويه في الانتاج. هلا بالحاله هاي شو بنعمل احنا؟ بننزل الدوز للنص. عندك لما تكون بتربي مثلا اي جي اي، بريزيان، خيبوس، وممكن الطيور الكبيره، الحسون، الكوكتيل، الببغاوات الكبيره، بنمشي على الجرعة لأنها الطيور بتتحمل، تمام، ما عندها مشكلة في الدوز، بتتحمل. حلو، وضحت الصورة؟ نعم. هسا في عندنا موضوع النكتونية نبدأ أحكي فيه شوي، قطع أخونا زكريا. لا تفضل. هذا المنتج كثير حساس يا أخوان، إذا استخدمته غلط هو السبب الرئيسي للتلقيح، هو السبب الرئيسي أنها طيور تشلح أو نسميها تدخل في مرحلة الغيار الجزئي أو ممكن الغيار الكلي. كنت ديروا بالكم منه، هذا بتستخدموه
بالشكل الصحيح. نعم راح نحكي هسه شوي في واحد واحد. تمام احنا حكينا عن المنتجين، هسه راح نحكي واحد واحد. خلوكم هم بالنسبه لنيكتون اس، احنا مبلش تجهيز مبلش تقديمه للطيور قبل 21 يوم من دخول الموسم، يعني اللي هو قبل جمع الذكر مع الانثى. نقدمه مرتين لثلاث مرات بالاسبوع. طبعا ما بدنا نحكي بشروط التدفئه، شروط الرطوبه، هاي شيء المربي مفروغ منها والمربي عارفها. بدها تكون الحراره منتظمه، الرطوبه منتظمه، حتى يدخل موسم موفق المربي. النيكتون اس بنبدا نستخدمه حسب شو نوع الطيور اللي بيستخدمها المربي. بيستخدم الطيور البلديه 2 جرام على اللتر بالاسبوع مرتين او ثلاث مرات. هلا اذا شاف طيوره قويه وبتغني وبدها تدخل موسم بيعطي مرتين، الطيور ضعيفه بقدم ثلاث مرات. كمان نيكتون اس بيحتوي على الاحماض الامينيه، فهو كمان رافع مناعه بنفس الوقت وملتي فيتامين، هو مش بس للخصوبه، هو رافع مناعه وملتي فيتامين، يعني بيقدر يستخدم المربي طول السنه مش فقط في موسم التجهيز والانتاج. استخدام نيكتون اس طول السنه. هلا من سؤال بس معلش. نعم. اخوان عشان انا بضلكم تسالوا او خلينا نحكي احنا حاضرين يعني باي سؤال، لكن بدنا توصل الفكره بشكل كامل. موضوع الاحماض الامينيه موضوع هام جدا لموضوع الطواير اكثر شيء اكثر من الذكور، لانه في قبل الاباضه تحتاج للطيره لنسبه احماض امينيه عاليه وهي موجوده في النيكتون اس. بيحتوي على 18 نوع حمض امين، 18 نوع امينو اسيدز. تمام انا هذا اللي بدي اوصلكم اياه، فانا جاي عشان اخدمكم في هذا الموضوع بمنتجات نيكتون اس ونيكتون بشكل كامل. طبعا في منتجات ثانيه بس انا ما بدنا نحكي فيها، لانه في ايش عندك لمرحله الغيار، في عندك لمرحله اللي بيجي فيها الطير من السفر، فانا ما بدي اجيب سيرته هسه. احنا في عندنا موسم هسه تجهيز، راح نمشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، عشان تصير عندك خلفية عن هذا المنتج. طبعا أنا ما بسوق للمنتج فقط، في كمان منتج عنده كوميد كثير قوي جدا، لكن إحنا زيارتنا اليوم للأخ زكريا عشان نشرح لكم وتوضح في هاي الشركة شو بتعمل وتقدر أنت تستفيد منها وتستخدمها، بنصحكم فيها. بالنسبة لنيكتون اي ايضا بنخلطه مع نيكتون اس بنفس المي، يعني جبنا لتر مي بنحط 2 جرام او 4 جرام حسب نوع الطير بنرجع بنحكي، وبنخلط زيهم نيكتون اي. النيكتون اي ممتاز للخصوبة، رافع مناعة كمان كثير قوي، وايضا هو اللي بحفز الانثى انها تعمل عنقود البيض حتى تصير تبيض. بصير اخلط زكريا بصير نعم. اخلط نيكتون اس مع نيكتون اي اثنين مع بعض؟ نعم اجباري في مرحلة التجهيز لازم تخلط الاثنين مع بعض في الموسم. لما الطواير الإناث كلها تبيض بوقف نيكتون إي نهائيا وبكمل نيكتون إس لنهاية الموسم. لاحظوا هاي المعلومة. نعم أخوان. هاي المعلومة ملاحظة مهمة. لما الإناث كلها تبيض خلص نيكتون إي ما بلزمني، بوقفه نهائيا وبكمل لنهاية الموسم نيكتون إس بنفس الدوز، إما 2 جرام أو 4 جرام حسب نوع الطير اللي بربيه المربي لنهاية الموسم. على الإقفود 10 جرام على الكيلو. ديل؟ ان شاء الله ديل. طيب احنا حكينا شو بتحتاج كمان الانثى غير الاحماض الامينيه والمالتي فيتامينز وغيره. كالسيوم مهم كثير. ليش مهم كثير؟ لانه هو بيمنع مشاكل في الاباضه عند الانثى وبساعد على توازن قشره البيض، مشاكل التحشير. نعم نعم. زائد في عندك موضوع اللي هو انتظام في موضوع الاباضه، مش تبيض لي مرة ثلاث، مرة أربعة، مرة خمسة، ومرة ستة، ومرة ما تبيضش، ومرة خداج، ومرة كذا زي هيك. راح أخلي زكريا هسه يحكي عنه، استنوا شوي. نيكتون كالسيوم. هلا من المعروف إنه الطيرة ما راح تكون البيض إلا بوجود الكالسيوم والدي 3. نيكتون عندهم نيكتون كالسيوم بلس، بيحتوي على كالسيوم، دي 3، مغنيسيوم أيضا. المغنيسيوم كمان كويس للبيض، كويس للعظم. فالكالسيوم بنبلش استخدامه من مرحلة التجهيز لنهاية الموسم، حتى زي ما تفضل اخونا بكر، ما طيره تبيض ثلاث بيضات، طيره تبيض خداج، طيره تبيض خمسه، طيره ما تبيضش. احيانا الخطا كمان عند المربين ايش بصير، بيستخدم الكالسيوم بكثره، فبتصير عنده الطيره بتبيض اول بطن، بعد شوي بتقوم بتصير بدها تبيض كمان بطن ثاني، فجاه بلاقي عنده بالعش سبع بيضات او ثمان بيضات، بيكون السبب بيستخدم الكالسيوم خطا. بنفس الوقت استخدام الكالسيوم للذكور بجرعات عالية أو بشكل كثير مستمر رح ينزل الذكر بغيار. الكالسيوم كمان مضر جدا بالذكور إذا انعطى بدوز عالي وانعطى بعدد أيام كثير كبير، فبدنا ننتبه للكالسيوم كثير. زائد هنا معلومة إنه الكالسيوم مش بسرعة بيطلع من الجسم إلا إذا كان سائل، فلازم تكون متوازن في موضوع التقديم تبع
الكالسيوم بالذات. كمان في شغلة أبو أوس، أحيانا المربين بيحكي لك عندي طير منقاره طويل أو طير صار كروس المنقار في مشكلة. اللي بحب أحكي معلومة إنه أعراض الكالسيوم نقصها أو زيادتها أحيانا بتعطي نفس العرض. يعني ممكن نقص كالسيوم يعمل المنقار كروس يصير بشكل مقص هيك، وممكن زيادة الكالسيوم تعمل نفس المشكلة. فبدنا ننتبه للكالسيوم، لازم تكون جرعة الكالسيوم كثير دقيقة، واللي هي اللي بتوصي فيها الشركة ما نتجاوزها، مش أتجاوزها مشان الطيارة عندي تبيض ثمن بيضات وأخسرها. تمام. المنتج اللي دائما ما لازم تقطعه طول الموسم كامل موضوع البروبايتك اللي هي البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة يا أخوان ضرورية جدا للطير. زائد في بدي أحكي ملاحظة كثير مهمة، اوعك بيوم من الايام تقدم مضاد حيوي زائد بكتيريا نافعه، لانه المضاد الحيوي بقتل البكتيريا النافعه في الجسم. فانت لما تقدم بكتيريا نافعه ما راح تستفيد شيء، بتقدمه بعد العلاج بكتيريا نافعه، ممكن تقدمه مع انك تنقص اثنين مع بعض ما بيأثر، لكن هو استخدامه كوقايه وبشكل عام انك ما لازم تقطعه على مدار السنة. راح يحكي زكريا هسه شوي عنه، خليكم معنا. زي ما تفضل اخونا ابو اوس، البكتيريا النافعة ما تنضاف مع البروبايت مع المضاد الحيوي، لانه المضاد الحيوي راح يقتلها فما راح يستفيد المربي. دائما بعد المضادات الحيوية نعطي 5 ايام بكتيريا نافعة مع منشط كبد. كمان منشط الكبد ضروري حتى يطرد الكيميكالز المواد الكيميائية اللي اجت من المضاد الحيوي او الترسبات اللي في الكبد او السموم. منشط الكبد ايضا طوال السنة ما بصير يقطع المربي. البكتيريا النافعة البروبايتك كثير في من المربين بيجي عندنا بيحكي بعطي خميرة البيرة. خميرة البيرة يا اخوان هي مش بكتيريا نافعة، هي بروتينات مجموعة بي كومبلكس، ولكن هي مش بكتيريا نافعة، هي بتعزز وجود البكتيريا النافعة في الامعاء. البروبايتك اشي وخميرة البيرة اشي. البروبايتك ليش لازم نستخدمه طول السنة؟ لانه بيرفع المناعة اول اشي، ثاني اشي بحسن عمل الامعاء من ناحية الهضم والاخراج، ثالث إشي وهو الأهم كمان للفراخ. الفراخ كمان لما يصير في عنا زق فراخ لازم تأخذ بكتيريا نافعة، لأنه الفراخ مناعتها كثير ضعيفة، ما عندها مناعة، شبه ما عندها مناعة. فبدنا نعطي بكتيريا نافعة بالإيج فود باستمرار في موسم التفريخ، موسم التزاوج، وفي الزق لما تعمل خلطة أكل الزق للفراخ ده تكون موجودة البكتيريا النافعة. كمان شيء ثاني بصير عنا، بيجي مربي أو بيجي بيسألنا مربي بيحكي انه جاب بكتيريا نافعة لون زهري لون احمر لون اخضر، ما بنعرف. بدك البكتيريا النافعة هي خصوصة للطيور، ما بتجيب البكتيريا النافعة للدواجن او للابقار وتستخدمها لطيورك، ما بصير. هذيك نوع وهي نوع. البكتيريا النافعة للابقار وللدواجن بتحتوي على كمية بكتيريا نافعة كثير عالية. البكتيريا النافعة اذا ارتفع عددها في الامعاء ممكن تصير ضارة مش مفيدة. يعني لما استخدم بكتيريا النافعة اللي للأبقار وللعجول وللدواجن للعصفور راح تصير هي مضرة. البكتيريا النافعة بتأكل البكتيريا الضارة وفي عندها جهاز هضمي بدها تخرج. لما تخرج في الأمعاء بتعمل المشاكل، بتعمل الالتهاب المعوي، العرق الأزرق، الكوكسيديا. فبدنا ننتبه، البكتيريا النافعة للطيور لازم نستخدم البكتيريا النافعة للطيور مش لأي نوع ثاني. إذا استخدمت نوع ثاني منكررها، إذا استخدمت للدواجن للأبقار راح تكون مضرة لطيرك وممكن تعمل مشكلة في الأمعاء مش تفيد الأمعاء ولا تستفيد منها، راح تكون ضارة. بظل عندنا برضو عنصر مهم اللي هو استخدامه على مدار السنة لكن مش بشكل يومي زي البكتيريا النافعة، اللي هو البي كومبلكس. البي كومبلكس عشان الأعصاب يا أخوان، في بعض الأحيان بصير في عند المربين بحكي لك أنا في عندي طير مش واقف على المجتمع مظبوط، أو صار في عنده اهتزاز، أو صار في عنده تشوك بسيط، هذا نقص بي كومبلكس. زائد اللي بدي احكي فيه ما بتقدم على مدار يومي سنوي لكن مش يومي، هسه راح يحكي عنه اخونا زكريا. لا تنسوا هذا المنتج كثير ممتاز، بي كومبلكس، ان كان من شركة نكتوناس او اذا كان انت في بلد ثاني مش موجودة هاي الشركة، ضروري جدا. احنا في مصطلح بيحكوا له الشباب بيحكوا عنه غسيل كبد او منظف كبد، هو بيعمل نفس الاجراء، فاستخدموه بشكل متواصل عشان ما يصير عندكم الطيور لانها بحاجه لتنظيف الجراثيم، سوري عفوا، اللي هي السموم الموجوده في الجسم لازم تطلع. هو بيساعد
على تنشيط الكبد مشان يخرج هاي السموم كلياتها من الجسم. البي كومبلكس ايضا كمان بيدخل في تكوين البيض، فهو مهم جدا ينخلط مع الايج فود ويتقدم، ولكن بشكل غير مستمر، بالاسبوع مره او بالاسبوع مرتين. ممتاز للاعصاب، ممتاز للاناث حتى تعمل البيض بشكل جيد وما يصير في عندها مشاكل في تكوين البيضه نفسها. بيغسل الكبد من السموم، اكسترا فيتامين اي المتخزن في الكبد بي كومبلكس بتردها، زي ما نحكي بيغسل الكبد. ايضا كمان الاعصاب، احيانا بيجي مربي بيحكي عندي طير برج مش عارف يتوازن على المجتمع، بيطلع المجتمع بوقع بتشنج، بيكون نقص بي كومبلكس. كمان البي كومبلكس مهم للفراخ، ممكن خلطها في اكل الزق، لما المربي يعمل خلطه الزق في السرنجه بده يطعم طيوره، ممكن يضيف كميه بسيطه من البي كومبلكس، كثير ممتازه لنمو الفراخ. هيك صار لنا بالموسم استخدام نيكتون اي، نيكتون اس، كالسيوم بلس، عصير بي كومبلكس. اخوي زكريا في مجال هيك بس تعملها جو صغير هيك للاخوان يغيروا جو هيك، يشوفوا الطيور، بعض الطيور. الله يعطيكم الف عافيه يا رب شباب، ان شاء الله بتمر ابو اوس. حياك الله، اول شيء زيارتك شرف لنا حبيبي، اهلا وسهلا فيك، ومنورجيكم اللي بدكم اياه ان شاء الله. يلا ندخل على المزرعه ان شاء الله. يلا خلوكم معنا هسه بنرجع لكم. هون عندنا الوايت ريسيسيف، هذا الراك القسم هذا للوايت ريسيسيف لمجموعة الأقفاص. عندنا أونكس، أونكس أسود، في منه أونكس أسود أحمر مزيك. عندنا قسم ريد أجات أوبال أحمر مزيك، وفي ريد أجات مزيك. هاي كلها طيور راح تدخل موسم 2022 إن شاء الله. ستنة، جاسب، في جاسب دي دي مخفف تخفيف مزدوج ما شاء الله. عندنا هون اوبال ستنية اصفر، كمان في خفرتين او ثلاثة جاسب. ريد مزيك لايب كروم، مزيك احمر لايب كروم. هون عندنا الاناث بمطير بمطاير مفاصلين الإناث للذكور، طبعا كل ذكر بقفص والإناث مجموعة لأنه يعني لسه نجهزهم. هون عندنا المهرج البرتغالي، وفي كمان عندنا ريد براون، براون باستيل. جلوستر. عندنا كمان ريد براون وجاسب وفايو. هون قفص فاضي يا اخوان. حكيت لكم انا قبل هيك الموضوع بسيط وسهل وما بيحتاج لا لتخبيص ولا سلطات ولا مواضيع كبيره، سلس جدا، لكن زي ما حكينا التزام في المواعيد، التزام في الدوز، نوعيه الطير، البلد اللي انت فيها، الإضاءة لا تنسوها هي أهم عنصر في تجهيز الطيور. أول شيء بحب أشكر أخويا أبو أوس على الزيارة الكريمة واللفتة الحلوة منه، وإن شاء الله الله يوفقه ويستمر في الفيديوهات المفيدة للمربين كمان مرة. بحب بس أحكي للإخوان إنه اللي بيستخدم منتجات شركة معينة وهو مبسوط عليها يضل يستخدمها، إنتاجه ممتاز، طيوره ممتازة، البيض الفراخ عنده موسم موفق، بغض النظر شو كانت الشركة يستمر عليها وما يغير، بده يغير يغير بطريقة كثير مدروسة. إن شاء الله يكون موسم موفق للجميع وموسم خير للجميع يا رب، والله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. هيك إحنا أنهينا موضوع تجهيز الطيور عن طريق شركة نيكتون، وزي ما حكيت لكم إذا في أي استفسار أي كذا زي هيك عن منتج تاني أنا ما عندي مشكلة، اكتبونا بالتعليقات من هاي قبل هاي. في عنا شركة كوميد موجودة برضو عند الأخ زكريا، في عنا شركة بنيتا، لكن موضوع التجهيز بشركة كوميد وشركة نيكتون، وأنا بنصح في هذول الشركتين عشان هيك ما أكون حصري إلى أي شركة. في عنا شركات أخرى من
مثل فيرسيلا أو كويكو، هاي كليات الشركات كبيرة موجودة في على مستوى العالم، وفي شركات غيرها، لكن احنا بنحكي على المنتجات اللي بتوصل عنا. اتمنى انتو استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم على خير، واي خدمة احنا حاضرين، وزي ما حكينا في عنا منتجات كثير. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم موسم خير على الجميع ان شاء الله، ونسمع الاخبار الطيبة من الجميع. ولا تنسوا دعمكم للقناة، والحمد لله بشكركم دائما لأنكم متفاعلين جدا، وبشكر الإخوان دائما الجدال والقديمين والمتفاعلين في هالقناة. أتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله نشوفكم قريبا بإذن الله تعالى بمواضيع جديدة عشان تستفيدوا وتفيدوا وتكبر خبرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.